تحية طيبة مشاهدينا، نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى وهذه عناوينها. تهطل كميات مهمة من الأمطار شملت عددا من ولايات الجمهورية عقب موجة من الحر وصفت بالقياسية. حركية تجارية تشهدها أسواق ونقاط بيع الأضاحي استعدادا للعيد، ومواطنون يجمعون على ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنة الفارطة. المحتل الإسرائيلي يعترض سفينة مساعدة طبية سويدية في طريقها إلى غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007. أهلا بكم. نستهل النشرة بتطورات أحوال الطقس، حيث تهاطلت كميات مهمة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية بعد ظهر أمس عقب موجة قياسية من الحرارة في بعض المناطق. هذا وشهدت مناطق من ولايات القصرين والقيروان وباجة وقفصة شهدت تساقط كميات من الأمطار. ووفق المرصد الوطني للرصد الجوي، من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة اليوم لتكون السحب كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المهندس الرئيس بالمعهد الوطني للرصد الجوي السيد عبد الرزاق الرحال. سيد رحال، مرحبا بك. إذا لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول التطورات الجوية خلال الفترة المقبلة، وهل تتوقعون تهاطل المزيد من الأمطار؟ مرحبا بك ليلى، كما نرحب أيضا بمشاهدي ومستمعي التلفزة الوطنية. فعلا كما كان متوقعا توقعنا تغيرات في حال الطقس بعد الارتفاع في الحراره. توقعنا نزول امطار مؤقته رعديه تبدا بالمناطق الغربيه للبلاد ثم تتفرع نحو بعض المناطق الشرقيه، وخلال يوم امس وليله الفارطه سجلنا امطار بكميات تتجاوز 30 ملم بكل من القيروان، كذلك بسليانه وايضا بباجه الكاف، وكانت ما بين 1 و25 ملم بسيدي بوزيد القصرين، وكذلك بقفصة على سبيل المثال 36 ملم بالعلم من ولاية القيروان، 37 ملم بعين بوسعدية من ولاية سليانة، وكانت في حدود 19 ملم بفوسانة من ولاية القصرين، و21 ملم بكفتربي من ولاية قفصة. متابعة للحالة الجوية وتطورات الوضع الجوي العام، ما زالت العوامل الجوية ملائمة هذا اليوم لنزول أمطار رعدية تنطلق من المناطق الغربية ثم تتفرع نحو المناطق الشرقية آخر النهار وفي بداية الليلة القادمة. لكن يبقى عنصر إيجابي هو انخفاض في الحرارة ابتداء من هذا اليوم مقارنة بالأيام القليلة الماضية على أثر تحول الرياح إلى القطاع الشمالي. تبقى الرياح تكون مؤقتا قوية أثناء ظهور السحب الرعدية ولازمة الحذر، لأن سرعتها تتجاوز أحيانا 80 كيلومتر في الساعة. فرصة أيضا واستعدادا لموسم فلاحي جديد إن شاء الله يكون طيب، ما فيها بأس جهر الأودية وتفقد قنوات تصريف مياه الأمطار بمختلف المدن لتبقى هذه الأمطار الرعدية في شرقوت غيثا نافعا بإذن الله. نعم، المهندس الرئيس بالمعهد الوطني للرصد الجوي عبد الرزاق الرحال، شكرا لك على كل هذه المعطيات. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه تم خلال الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 2 أوت والجمعة 3 أوت الجاري تسجيل اعتداء على محطة ضخ الماء الصالح للشرب البعاجلة بمعتمدية سيدي علوان التابعة لولاية المهدية. وأشارت الشركة في بلاغ أن الاعتداء تمثل في تخريب التجهيزات والمعدات وسرقة ضاغط هوائي ولوحة كهربائية وأسلاك نحاسية، مما جرى عنه تسجيل انقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمنطقة واد باجة الشمالية وواد باجة الجنوبية وسيدي علي يغدير وولاد بالليل والمناطق المجاورة الراجعة بالنظر لمعتمدية سيدي علوان. وجاء في البلاغ أن مصالح الشركة تقوم حاليا بأشغال إصلاح وتعويض ما تم سرقته وإتلافه، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بعد انتهاء الأشغال المذكورة.
في الشأن السياسي، أعلنت الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس تبنيها لما جاء في الندوة الصحفية التي عقدتها الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس نواب الشعب عشية المصادقة على منح الثقة لوزير الداخلية، من دعوة إلى تغيير شامل للحكومة كمقدمة لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد. كما دعت الهيئة السياسية للنداء في بيان لها عقب اجتماعها أمس بالمقر المركزي للحزب برئاسة المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي، دعت الكتلة البرلمانية إلى تقديم مشروع في تعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قصد مراجعة النظام الانتخابي، وصادقت على تعيين أنس الحطاب ناطقا رسميا باسم الهيئة السياسية للحزب، وعلى مطلب رضا بلحاج في التراجع عن الاستقالة والرجوع إلى الحركة والالتحاق بالهيئة السياسية. وأقرت الدعوة لانعقاد المؤتمر الانتخابي للحزب أيام 25، 26، و27 من جانفي 2019، والذي سيتم السهر على أن يكون محطة جامعة لكل النداءيات والندائيين دون إقصاء أو تمييز بحسب نص البيان. وأكدت حركة نداء تونس تمسكها بالخط السياسي للرئيس المؤسس للحزب الباجي قائد السبسي، واعتباره المرجعية الضامنة لوحدة الحزب ومواصلة الاضطلاع بدوره كقوة للتوازن السياسي الرئيسية بالبلاد، واستنكارها للحملة الإعلامية الممنهجة التي تمس من شخصه حسب نص البيان الصادر عن الحركة. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على هامش تدشين روضة الزعيم الوطني والنقابي لحبيب عاشور بمقبرة العباسية بجزيرة قرقنة. أكد أن هذه البادرة هي لمسة وفاء لنضالات الزعيم النقابي لحبيب عاشور ولما قدمه رفقة عدد كبير من النقابيين من تضحيات لينعم التونسيون بالاستقلال. كما تحول الطبوبي رفقة أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد ورؤساء المنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات النقابية والعمالية إلى النصب التذكاري لشهداء 5 أوت 1947 لتلاوة الفاتحة على روح الشهداء. نحن اليوم نحيي الذكرى 71 لأحداث 5 أوت 1947. هذه الملحمة التاريخية الكبيرة تكون عبرة لمن يستمع إليها، وهي رسالة مضمونة الوصول باش يعرفوا قيمة الدولة، قيمة الدولة باستقلالية القرار الوطني. فتونس لأبنائها وبناتها ولحرائر تونس ولشباب تونس ولكل المناضلين، كذلك لمسة وفاء لشهدائنا الذين طردتهم يد الغدر من الإرهابيين، من المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية ومن المدنيين، وفي مقدمتهم الشهيدين شكري بن عيد ومحمد البرامي وكل شهداء تونس. والآن إلى موضوع يشغل بال العديد من الأسر هذه الأيام، الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، فقد انطلقت ببعض المناطق عملية بيع الخرفان. ومقابل وفرة الأضاحي تسجل نقاط البيع ضعفاً في الإقبال من طرف المواطنين الذين أجمع أغلبهم على ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنة الفارطة. بدأت الأسواق ونقاط بيع الأضاحي تشهد حركية تجارية استعداداً لعيد الأضحى، وقد اختلفت الأسعار من نقطة بيع لأخرى، لكن أجمع أغلب المواطنين على ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنة الفارطة. أقل سوم 800 دينار، 800 مليون و200 مليون و400، أسوام باهظة 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 جدا، بالنسبة للموظف مستحيل، غير معقولة بالنسبة للموظف مستحيل كان باش يعيد. قلت سنة خنجي على بكري وناخذ علوش على بكري باش نعيد مع العائلة وكل شيء، يا أخي يعني نفس الأسوام، ناس ما تغير شيء يعني من عامنا، يمكن سنة يمكن باش يغلى أكثر. أغلى ب 800 ذاك كبير 800 بالله، وواحد كي ما عندوش 800 كيفاش باش يعيد؟ وسبع عائلات ناس ما عندهاش، وشادين في السومه خاطر بزال الوقت معنا، وكي يبي يبرك العلوش على بعض ويجي، يمكن ربما كي عم عمناول هبطت، نحن السيد حسين هبطت عمناول بالقدا. وفرة في الأضاحي وفق عدد من الفلاحة وسط إقبال ضعيف من المواطن وتشكيات مربي المواشي من ارتفاع تكلفة الأعلاف التي أثرت حسب تعبيرهم على أسعار الخرفان. بالنسبة للمواطن صحيح واقعين أنه هو السعر غلى عليه نوعا ما، وهذا مش راجع راهو للفلاح أنه هو قاعد يصور فيه،
في حد ذاته الفلاح ماهوش مصوب، وحتى كي يبيعوا بمليون ماهوش مصوب. ارجع انت للعلف ثلث ثلاث سنوات التاليه زاد اكثر مشتر، زاد اكثر مشتر، وما ثمش حتى دعم من الدوله. واطن ديما يشكي علوش هذا عامنا ونبيع فيه ب 650 السنه ب 650، عندي كارني قلت لك من عام 2000 نبيع فيه نفس الاسوي. العلاف بالعكس خلينا خذينا قطار الشعير ب 14000 تو ب 44000 سويه في متناول الجميع. والله ثم موجود من 400 ل 500 ل 600 ل 700 لا لا ما هو صحيح، مليون و200 ما هو شيء موجود. ثم ذاك اللي ياخذ لك مليون و200 انسان نفاحه وكبشه نتاع نطيح ولا بركوس نتاع ضحيه ما يفوتش 800. وتجدر الاشاره الى انه وقع تحديد سعر بيع الكيلوغرام من اللحم الحي للخروف وفق بيان صادر عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بين 11 دينار و 11 دينار و500 ملي، كما تمت دعوة المسؤولين المحليين إلى تهيئة نقاط البيع المنظمة والمراقبة لمنع تدخل الوسطاء في السوق. انطلقت أولى رحلات الحجيج من مطار جابس مطمطة إلى البقاع المقدسة. في هذا التقرير مواكبة لظروف السفر وآخر الاستعدادات. توجه حجيج ولاية جابس إلى البقاع المقدسة في رحلة انطلقت من مطار جابس مطمطة باتجاه المدينة المنورة. الحجيج أكدوا أنهم قد أتموا الإجراءات الأخيرة للسفر بالمطار بكل يسر. هنا أمورنا واضحة ومشوا معنا ورونا على الأخر لحظة. فرحة كبيرة ولادي، نستنوا ونتمنوا لنا سنين فيها ويفرح كل مؤمن إن شاء الله ويتمم حق كل مؤمن. استقبال باهي وخدمات ممتازة بارك الله فيهم وربي وفقنا ولادي وذكاهو. فرحة ضيوف الرحمن بالحج كانت كبيرة وأكدوا أنهم قد استعدوا لإتمام الركن الخامس من أركان الإسلام على الوجه الأكمل. أعطونا نصايح معناها للحاجات اللي صارت لهم قبل معناها باش ما تكررش، معناها نبهونا اللي راهو الحج مش حاجة سهلة، يلزمنا نتحلوا بالصبر. تكوينية من الأسابيع اللي فاتت والمرشدين كانوا عند الحسن انتظارنا وعرفنا برشا حوايج وقرينا ولا بأس والحمد لله. في مطار جابس مطمطة الدولي تجندت كل الأطراف المتدخلة لتوفير الإحاطة اللازمة للحجيج. هذه الرحلة الثانية احنا اللي تخرج، لأن الرحلة الأولى خرجت من جربة اللي هم الحجاج الميامين نتاع مارس. اليوم عندنا 265 حاج وحاجة من ولاية جابس بخلاف مارس، جينا باش نقفوا على الظروف الطيبة اللي تجري فيها عملية التسجيل والمراقبة وكل الظروف الحمد لله على أحسن ما يكون. تم التحذير لها هذه الرحلة من قبل جميع المتدخلين بالمطار من خشرة حدود وديوانة وخطوط تونسية بالإضافة لديوان طيران المدني والمطارات، وتم يعني عقد العديد من الجلسات على مستوى السلطات المحلية وولاية جابس، وإن شاء الله يعني تم على أحسن ما يرام على غرار سنوات فاضلة. في موسم الحج الحالي سافر عدد من حجيج ولاية جابس إلى البقاع المقدسة من مطار جربة جرجيس على أمل أن تتم في السنوات القادمة برمجة رحلة حج ثانية من مطار جابس مطمطة. في موضوع آخر، تحيي تونس مع سائر دول العالم الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، وتؤكد إحصائيات البحث الوطني حول الصحة ورفاه الأم أن نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الأولى لم تتجاوز 8.5%. تشير آخر إحصائيات البحث الوطني حول الصحة ورفاه الأم أن نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الأولى لم تتجاوز 8.5%، نسبة وصفها وزير الصحة بغير المقبولة، مؤكدا على أهمية الحملات التوعوية للرفع من هذا المؤشر الذي يؤثر سلبا على صحة الرضيع والأم. النسبة اليوم هي فقط 8.5%، اللي فما رضاعة طبيعية طيلة الستة أشهر الأولى معناها رضاعة كاملة رضاعة طبيعية. هذه نسبة ما تفرحش، هذه نسبة تخلينا نخافوا على صحة أبنائنا وصحة نسائنا وصحة شعبنا، والتحسيس هذا الغاية منه الترفيع من النسبة دي والغاية منه تحسين هذا المؤشر. نحسوا بأهمية الرضاعة الطبيعية اللي هي هامة جدا لصحة الأم لصحة الطفل لحمايته من الأمراض من الوفيات،
حمايته حتى وقت اللي يكبر واللي كهل الانطلاقة الأولى هذيك فيها منفعة كبيرة لصحة الأم بما أنها تقلل من نزيفها. هذه حاجة معناتها ماهيش صغيرة بالكل الأم. الحاجة الثانية الأم معناتها وقايتها من عدة أمراض خبيثة. وبخصوص نقص الأدوية والمعدات الطبية أكد وزير الصحة على دور المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الوزارة لتفادي هذه النقائص. قاعدين نرصدوا في الميزانيات وفي الاعتمادات وهكم تشوفوا نعملوا في تعاون مع المجتمع المدني، فما كثير أيضا من التبرعات من أهل الخير في تونس نشتغلوا بهذا إن شاء الله المستقبل أفضل. هذا وتحتفي تونس مع سائر بلدان العالم مع بداية شهر أوت بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية الذي رفع هذه السنة شعار الرضاعة الطبيعية أساس الحياة. في القطاع السياحي الذي يبلغ أوجه خلال هذه الفترة تشهد المنطقة السياحية تبرقع عين دراهم هذه الأيام إقبالا كبيرا من السياح الجزائريين وسط تسهيلات في ممرات العبور وخدمات جيدة في النزل خلافا لما راج مؤخرا. نتابع. المؤسسات السياحية بمدينة تبرقع أضحت خلال هذه الأيام مقصد عدد كبير من الزوار الجزائريين الذين يختارون بلادنا سنويا لقضاء عطلتهم الصيفية. نزلنا هو مقصد لحرفائنا الجزائريين اللي هم حرفاء بامتياز والعدد نتاعهم في نسق مرتفع، واحنا نستغربوا الحملة اللي صارت من بعض الأشخاص ضد الوجهة التونسية، وانتم تجموا تعاينوا وتلاحظوا متواجد الحرفاء الجزائريين بكثافة وراو بين أخواتهم وعائلاتهم ويجوا مرحبا بهم. في الجزائر قاعدين يقولوا اللي التوانسة ما بقاوش يستقبلوا الجزائرية كيف العام يتعدى، وقاعدين يلقاو الخدمات شوية ماهيش مزيانة كما تقولوا انتم. أما أنا وطنكو جيت اليوم قلت يعني الخدمات كيف العوام يتعدوا كل شيء توفا بيان. حبيت نوصل يعني ميساج للجزائريين الكل اللي تونس كيف العوام يتعدى وكيف العام هذا راهم يرحبوا بينا احنا ورانا خاوة. زوار طرقة أكدوا توفر جميع الظروف الملائمة لقضاء عطلهم مشيدين بما يجدونه من حسن استقبال على مستوى المعابر الحدودية وفي مختلف المؤسسات السياحية في بلادنا وخاصة في مدينة تبرقع. إقامة ملاحة، السياحة ملاحة، استقبال ملاح، والظروف كل ملاحة ما شاء الله. ظروف ملاحة جيدة ما مضبوطة حاجة فور يعني. شموية غيانا ديخ، استقبال مليح، لو بيرسونيل غيانا ديخ باغي، لو مانجي إلي بيان، يا بوكو داكتيفيتي، أون باس دي مومون كونفيفيال، فاميليال، فرانشمون سي لو توب. المندوبية الجهوية للسياحة تبرقع عين دراهم أكدت ارتفاع الحجوزات والليالي المقضاة بالنسبة للسياح من الجنسية الجزائرية، فيما سجلت مختلف المعابر توافدا متزايدا لعدد الجزائريين. احنا سجلنا منذ أول السنة إلى غاية يوم 20 جويلية المنقضية هذا تطور على مستوى عدد الوافدين ب 5.7%، كذلك على مستوى عدد الليالي المقضاة ب 6.4%. أغلبية الجنسيات هي السائح التونسي في المرتبة الأولى ثم السائح الجزائري في المرتبة الثانية. السائح الجزائري سجلنا تطور على مستوى الوافدين ب 21.3%، وكذلك هو الشأن على مستوى عدد الليالي المقضاة. بطبيعة الحال السائح الجزائري كان وما زال وسيظل هو أول سائح مرحب به في تونس. ارتياح من الأشقاء الجزائريين لما يجدونه من حسن استقبال في مختلف الوحدات السياحية في بلادنا، وارتفاعا في الحجوزات والليالي المقضاة بما يؤشر لموسم سياحي واعد. ضمن آخر تطورات القضية الفلسطينية، استولت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم على سفينة تضامنية ضمن سفن كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بفلسطين قبالة شواطئ غزة. في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، اعترضت البحرية الإسرائيلية اليوم السفينة الثانية من ضمن أسطول الحرية الخامس التي يحاصرها الاحتلال في المياه الدولية على بعد أقل من 40 ميلا بحريا عن قطاع غزة، واقتادتها إلى ميناء أسدود القريب من غزة وعلى متنها 12 متضامنا من 5 دول مختلفة، كما كانت تحمل كميات رمزية من المساعدات الطبية. وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن المنظمين للرحلة البحرية التضامنية مع غزة
أفادت بأن الاتصال قطع مع من كانوا على متن السفينة المتجهة إلى غزة في الساعات الأولى من فجر اليوم. يأتي هذا التصعيد في وقت أصيب فيه 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدتين شرق مدينة القدس المحتلة وشرق رام الله وسط الضفة الغربية. وفي سياق متصل بالتطورات الميدانية، أعلنت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية في الضفة الغربية بحجة محاولة شبان للاقتراب من جدار الضم والتوسع العنصري، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحات منازل المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. أعلنت منظمة إغاثة إسبانية أن سفينة تابعة لها أنقذت 87 مهاجرا لا تزال تنتظر في البحر منذ يومين بعد أن أغلقت إيطاليا موانئها أمامها رافضة استقبال المزيد من المهاجرين. بعد أن رفضت إيطاليا استقبالها تقبع ومنذ يومين في البحر المتوسط سفينة إنقاذ إسبانية تحمل على متنها قرابة 90 مهاجرا حسب ما أفادت منظمة إغاثة إسبانية. ولا زالت السفينة تجوب البحر منذ أكثر من 50 ساعة بحثاً عن ميناء يستقبل هؤلاء المهاجرين بعد أن أغلقت الموانئ الإيطالية أمامهم. وأوضحت المنظمة الإسبانية أن سفينة تابعة لها أنقذت قبالة السواحل الليبية 87 مهاجراً انطلقوا من ليبيا على متن قارب مطاطي، لكنهم تاهوا في عرض البحر المتوسط على مدى أكثر من يومين قبل أن ترصدهم سفينة الإنقاذ الإسبانية. حيث كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت إنها أحصت إلى حدود شهر ماي 2018 قرابة 700 ألف مهاجر غير شرعي من 42 جنسية موجودين في ليبيا، مؤكدة أن 5 جنسيات تشكل 65% من مجموع المهاجرين وهي النيجر ومصر وتشاد والسودان وغانا. وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في التقرير ذاته أن 8% من المهاجرين هم من القاصرين. وما زال ملف الهجرة غير الشرعية ومعضلة تدفق المهاجرين نحو أوروبا ملفا شائكا مطروحا على القمم واللقاءات الدولية دون حلول تذكر، سيما مع تفاقم الأزمات والحروب في عدة بلدان. في روسيا قتل 18 شخصاً إثر تحطم المروحية التي كانوا على متنها بعيد إقلاعها في شمال سيبيريا. ووفق وزارة النقل الروسية فإن الطائرة من طراز M8 تحطمت عند اصطدامها بحمولة مروحية ثانية في حين حطت المروحية الثانية بأمان. على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، تعهدت واشنطن بتقديم 300 مليون دولار لتمويل أمني جديد بجنوب شرق آسيا. وأكد وزير الخارجية الأمريكي تفاؤل بلاده من أن عملية إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي سيتم في غضون جدول زمني محدد. تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في سنغافورة بتقديم نحو 300 مليون دولار في إطار تمويل أمني جديد لدول جنوب شرق آسيا. وقال بومبيو في تصريح صحفي على هامش اجتماع لوزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان ومسؤولين آخرين من حول العالم في سنغافورة، قال إنه في إطار التزامنا بتعزيز الأمن الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادي، يسعد الولايات المتحدة أن تعلن تقديم نحو 300 مليون دولار على شكل تمويل جديد لتعزيز التعاون الأمني عبر المنطقة بأكملها. وأضاف أن المساعدة الأمنية الجديدة ستعزز الأمن البحري وتطور المساعدات الإنسانية وإمكانيات حفظ السلام ومواجهة التهديدات العابرة للحدود. وفيما يتعلق بعملية إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي، قال بومبيو العملية فأوله بأنها ستتم في غضون جدول زمني حدده زعماء البلدين. وأظن من المهم استمرار الضغط الدبلوماسي الاقتصادي على كوريا الشمالية، مضافا أن الولايات المتحدة تأخذ بجدية كبيرة فرض تطبيق عقوبات الأمم المتحدة. المقابل
أن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية، وذلك في خرق واضح لعقوبات الأمم المتحدة. وقدم التقرير الذي أعده خبراء مستقلون يراقبون عقوبات الأمم المتحدة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، تقريرا مؤلفا من قرابة 150 صفحة يفيد بأن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية، ووصل تحدي قرارات مجلس الأمن من خلال زيادة كبيرة في نقل منتجات البترول بشكل غير قانوني من سفينة إلى أخرى، وأيضا من خلال نقل الفحم في البحر خلال هذا العام. هذا ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التقرير إلى حد الآن. في أخبار الرياضة، أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أن مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى ستدور على ثلاث دفعات، إذ تقام مقابلة نادي حمام لمف والنادي الإفريقي والاتحاد المنستيري والملعب التونسي في 18 من أوت الجاري، بينما تلعب لقاءات الدفعة الثانية في 19 من الشهر الحالي، ويستضيف خلالها النادي البنزرتي النادي الصفاقسي، ويلاقي الملعب الجابسي نجم المتلوي، ويباري اتحاد بن قردان مستقبل جابس، في حين تستكمل مباريات الجولة الأولى في 22 من أوت عندما يستقبل الترجي الرياضي اتحاد تطاوين، ويواجه النجم الساحلي شبيبة القيروان. وفي صورة حلول عيد الأضحى المبارك يوم 22 من أوت، فإن المباراتين المذكورتين ستؤجل إلى اليوم الموالي أي 23 من أوت. وإلى أجواء المهرجانات، حيث احتضن ليلة أمس البرج الأثري بقليبيا السهرة الاختتامية لمهرجان ليالي البرج. في هذا الروبورتاج مواكبة لهذه السهرة وفكرة عن آراء الجمهور بخصوص مهرجان ليالي البرج بقليبيا. هذه الموسيقى وهذه الأنامل التي تعزف على آلة الكمانجا جاء لاكتشافها جمهور مدفوع بعضه برغبة الاطلاع، وحريص بعضه الآخر على تشجيع دكتور في الموسيقى ومجدد في اختياراته زياد الزواري. المهم هي الموسيقى، نريد أن نكتشف كما اكتشفنا اللغة العربية التي أفهمها قليلا. زياد كان جارنا في باريس، واحنا لي دو فامي معناتها صغار نقراو مع بعضهم، دونك قعدنا معناتها العلاقه قعدت ديما متواصله بيناتنا، وهنا جينا ليله باش نفرجوا عليه ونحضروا له. بتاخير قارب الساعه اطل هذا الفنان على جمهوره ليقدم له عرضا مزج فيه بين الايقاعات التونسيه كالبطايحي والبدوي وموسيقى الجاز والايقاعات الهنديه. هذه الموسيقى التي انتشر صداها في كل أرجاء البرج الأثري بقليبيا، والتي يعتبرها زياد جواز سفره إلى العالم، سافرت بالجمهور إلى الحضارات المختلفة التي تعاقبت على هذا البرج. لو كادر كي تدخل مزيان على الآخر ترى حضارة تحس معناها عاشوا فيها ناس لي روما معناها تاع بكري، وفيها عندها جو سبيسيال. طعم خاص لسهرات ليالي برج قليبيا، رغم المصاعب التي يتكبدها العديد للوصول إلى برج متربع على قمة جبل صخري. نقل عمومي منعدم، وإذا كان نحكيه على السيارات الخاصة الأجرة يعني ما تحبش تطلع. هذيك معاناة يقاسوها الجمهور ويوصلوا وعلى ساقيهم ويطلع يعني هكا بشكل أنفس وتعبوا لآخره، وفي ذلك استمتاع. بسهرة زياد زواري اختتمت الدورة الثانية لمهرجان ليالي برج قليبيا، ليفسح المجال لسهرات سينمائية بالمعالم الأثرية في انتظار انطلاق مهرجان قليبيا الدولي لفيلم الهواة. على هذه الإيقاعات نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تهطل كميات مهمة من الأمطار شملت عددا من ولايات الجمهورية عقب موجة من الحر وصفت بالقياسية.
حركية تجارية تشهدها أسواق ونقاط بيع الأضاحي استعدادا للعيد، ومواطنون يجمعون على ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنة الفارطة. المحتل الإسرائيلي يعترض سفينة مساعدات طبية سويدية في طريقها إلى غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007. وبإمكانكم متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. أجمل تحيات قسم الأخبار، إلى اللقاء.